مباشرة إلى مقر جبهة القوى الاشتراكية، أين يشار لي بأنه وصل جثمان الفقيد، وهذا الجمع الغفير إنما يدل على عظمة هذه الشخصية التي تودع الجزائر اليوم. أكيد الجزائر لن تعقر عن أن تلد شخصية مثل هذه، لكن أمر مؤسف جدا أن يغادرنا حسين أيت حمد اليوم دون أن تشبع منه الجزائر ويشبع منه الشباب الجزائري. عاد هذا البطل إلى مقر حزبه، التشكيلة السياسية التي أسسها وسط هتافات ربما قد تكون صورة نسخة طبق الأصل، الهتافات تلك التي كان يسمعها حين كان يقف على منصة يلقي خطابا ليلقي أفكاره البناءة التي كانت أو يجمع الكثير على أنها كانت توافقية تحمل في طياتها كل الأفكار التي كانت تجول في خاطر كل جزائري على اختلاف طبيعتهم، بيئتهم، تصوراتهم، اختلافاتهم تلك التي كانت تجتمع في نقطة واحدة وتقع تحت راية واحدة، هي راية الجزائر فقط. حين يتعلق الأمر بالجزائر تزول كل هذه الاختلافات، هذا ما زاد من شعبيته، ما زاد من عظمته، وما زاد من وزنه لدى الجزائريين ليكون ربما أو يضاف إلى قائمة الأبطال الأبناء البررة لهذه الجزائر، هذه الأم التي أنجبته في وقت كانت في أمس الحاجة لكل أبنائها من أجل أن ربما يحمل عنها ذلك الظلم أو يرفع عنها ذلك الظلم الذي فرض عليها وبالقوة ليسترد كل ما سلب منها وما ويعاقب كل من اغتصبها وسلبها حريتها، فرنسا الغاشمة التي كانت ربما في ذلك الزمن من أشرس القوى على وجه البسيطة، لكن بأفكار كانت هادفة تحمل معاني الحضارة بأتم معنى الكلمة في وقت ربما لم تكن الحضارة مرسومة على أو موجودة على أرض الجزائر، استطاعوا وبوسائل بسيطة بإرادة جبارة استطاعوا أن يبعدوا هذا العدو، بعدها لم يضعوا المشعل بل رفعوه عاليا وأوقدوه مباشرة بعد الاستقلال في صورة تشكيلة سياسية معارضة كانت هي الأولى في الجزائر ليقولوا لا، لكن بطريقة أقل ما يمكن أن نصفها اليوم، لا أصفها أنا بل كل الشخصيات أجمعت على اختلاف أطيافها على اختلاف توجهاتها، أجمعوا على أن تلك المعارضة كانت نظيفة، كانت هادفة، كانت ربما هادئة مثل ما وصفها ضيفي قبل قليل أبو جرى السلطاني، قال بأنها معارضة كانت هادئة ترجو وتريد بلوغ أهدافها وتحقيقها وتجسيدها على أرض الواقع، لكن في هدوء لا يعيد الجزائر إلى الوراء وإنما يتقدم بها إلى الأمام. نلاحظ في الصورة رفقاء دربه، عائلة الفقيد، شخصيات سياسية، مناضلين ربما يختلفون في التوجهات السياسية لكنهم اجتمعوا اليوم في مقر جبهة القوى الاشتراكية فقط لسبب واحد، وهو توديع هذا البطل الذي استطاع أن يرسم معالم هذه الشخصية التوافقية، راجلين وحتى على كراسي متحركة ومستعينين بعصي، أبوا إلا أن يكونوا حاضرين، أن يعيشوا هذه اللحظات، أن يرافقوا هذا البطل
إلى مثواه الأخير، الرحلة الأخيرة التي ستكون نهايتها في مسقط رأسه بعين لحمان بتيزي وزو. مشيئته طبعا كانت فوق كل إرادة تفرض عليه، أراد أن يكون أو يرقد إلى جانب والدته، إلى جانب أهله، إلى مسقط رأسه. هذه الرمزية التي يحملها هذا القرار الذي اتخذه وهو على قيد الحياة ليجد من يجسده على أرض الواقع، وهو عائد من ديار الغربة جثمانا سجيا بالراية الوطنية، علم الجزائر. هذه الراية التي قدم من أجلها الكثير ليجدها ذات يوم، وهو آخر يوم من هذه السنة، ليكون ويزف إلى قبره. وكل هذه الجموع الغفيرة راضية عنه، تذكره بكل خير، وحتى ستحدث عنه كل الأجيال المتعاقبة على هذا البلد العظيم الكبير، كبر كل الشهداء الذين قدموا كل ما يملكون لأن يعيش حرا مستقلا. يظهر لنا جثمان الفقيد، فقيد الجزائر، فقيد الأمة كلها، لأنه كان يدافع عن كل الشعوب التي اغتصبت حريتها، من بينها الشعب الجزائري المستضعف. إذن الكل يتدافع، الكل يريد أن يكون هو من يلامس هذا النعش الذي ربما يحمل بين هذه اللوحات البسيطة فقط يوجد رمز من رموز هذا البلد العظيم الذي انحنى أمامه كل رجالات الدولة، كل أصحاب التشكيلة السياسية الذين ينأون بأنفسهم عن كل ما ينقص ربما من عنفوانهم، كانوا اجتمعوا وأتوا، أقبلوا وأدبروا من كل مكان ليقدموا التعازي أو في فقدان هذا الرجل العظيم. ما الذي يمكن أن تصفه أو تقوله سيد أبو جرى السلطاني لما تشاهد هذه الصورة؟ نهاية كل إنسان معلومة، يعني لابد أن ينتهي كل إنسان إلى الموت. ربنا عز وجل كتب ذلك، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. لكن ما كيف تكون النهاية؟ حينما نلاحظ أنه انتهى هذه النهاية التي لو حاول أن يكتبها لنفسه، ولو حاول أن يستجلبها لنفسه وأنفق كل أموال الدنيا، ما يستطيع أن يكتبها لنفسه، لأن الناس قد يجاملون الإنسان حيا رغبا أو رهبا، لكن أن تجامل إنسان ميتا ماذا تنتظر منه؟ صح. فهذه ليست مجاملات، هذه عواطف صادقة متدافعة كما قلتم، تريد أن تشبع نهمها وتسقي أشواقها وتملأ عينيها بإلقاء نظرة وداع أخيرة على رجل كانت تتصوره فوق الخيال، رجل صنع بطولة خيالية مع رفقائه في السلاح، ممن قاضوا نحبهم في شهداء، أو ممن عاشوا بعد الثورة واختطفتهم الموت، أو اختطفتهم الموت واحد والآخر، فكان آخرهم هذا البطل. فشبابنا ينظرون ما الذي صنعه آية حمد ليكون في قلوب جميع الجزائريين، ما هذه الخلطة النفسية أو الخلطة السياسية التي جعلت كل الناس يلتفون حوله من غير ما تأخر رجل واحد، حتى ربما خصوم الأمس، لا أقول أعداء، خصوم الأمس السياسيين وخصوم الأمس العسكريين جاءوا اليوم يعتذرون بصورة أو بأخرى، ربما لا يعتذرون بلسان المقال، لا يسمعهم الناس يقدمون الاعتذار، لكن بلسان الحال قال جئناك يا آية حمد وقد أخطأنا في تقديري مسارك، أخطأنا في تقييمي أفكارك، أخطأنا في تحديد مسارك، أخطأنا في ما كنت تخاطبنا به ذات يوم من علو، من مكان عالي، ليس بالاستعلاء بالكرسي أو بالاستعلاء بالإيديولوجيا، إنما بالاستعلاء الأفكار التي تجمع جميع الناس. بتقديري حينما نلقي النظرة ولو من بعيد على جثمانه المكلل بالورود والمسجل بالراية الوطنية والمبسوط على هذا السرير الذي أعد له ليلقي عليه
أبناء الجزائر النظرة الأخيرة، ولو لم تلامس أيديهم نعشه، لم تلامس أيديهم جسده، فإنهم سوف يجدون في نفوسهم حرقة بحاجة إلى أن تطفئها نار الوصول بجوار القبر، نار الوصول بجوار النعش. وربما سوف تلاحظون غدا أن سأكاد أقول ملايين ملايين من الناس التي ستتدفق على هذا القبر. حقيقة سيد أبو جلال السلطاني، كل من يحضر في هذه الساحة هو محظوظ جدا. أنا أكاد أجزم بأنه كل جزائري الآن يشاهد التلفاز وهو موجود في بيته يحصد هؤلاء الموجودين في هذه الساحة من أجل إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل فقيد الجزائر حسين عيد أحمد في هذه الرحلة الأخيرة إلى مثواه الأخير. طبعا في من يلقي كلمة على ما أعتقد بهذه المناسبة. رحمة الله عليك، آمين. وكن بلباه رب العالمين. بطل إذن يعني كل الموجودين هنا في هذه الساحة، كل الحاضرين ربما بقلب واحد وبكلمة واحدة يرددون ويقولون وداعا يا دا حسين، مثل ما يحبذ الكثيرين أن ينادوه. لكن هذا كما قال سي أبو جرى السلطاني هو بداية لتاريخ جديد، لمسيرة جديدة ربما ستكون حافلة بالإنجازات، حافلة بالأهداف التي ستطبق وتجسد على أرض الواقع. لن يجسدها هو، ولكن سيجسدها أو تجسدها الأجيال المقبلة.